جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أجمل الصدف هذا السؤال شيخ صالح، يقول صاحبه: أنا مجتهد في الاطلاع على الكتب وجمعها، فهل تنصحوني بالقراءة لشخص واحد أم بتعدد الكتب والمؤلفين؟ أفيدوني مأجوري. هذا حسب مستواك العلم، فإذا كنت مبتدئا فننصحك بالاقتصار على قراءة المختصرات، والمختصرات الجيدة في التوحيد وفي الفقه في الحديث وفي التفسير، عليك بقراءة المختصرات، ولا تكتفي بقراءتك على نفسك، بل لا بد أن ترتبط بأحد من أهل العلم تسأله أو تقرأ عليه وهو يشرح لك هذه المختصرات. أما إذا كنت متمكنا من العلم وحصلت على قدر يؤهلك لأن تقرأ في الموسوعات وفي الكتب المختلفة، اقرأ ما تيسر لك، ولكن تحرص على قراءة الكتب الأصيلة في العقيدة وكتب السلف الصالح، كتب أهل السنة والجماعة، تركز عليها وتكررها وتتأمل فيها. ولا بأس أن تطلع على الكتب المخالفة من أجل أن تعرف الشبه والضلالات، من أجل أن ترد عليها وأن تحذر منها، لكن بعدما تتحصن وتتسلح بمعرفة الحق، معرفة الصواب في هذه الأمور الخطيرة. هذا يختلف باختلاف مستويات المطالعين وطلبة العلم. نعم.